أحسن إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل معنى قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ويبقى ربك، أم أن هذا تحريف؟ ولماذا عبر بالبعض عن الكل؟ كما ذكرنا أن الله جل وعلا يبقى بذاته سبحانه وتعالى، ولكنه ذكر الوجه لعظمة الوجه وأنه صفة جلال وإكرام. نعم، ليس معنى أنه يبقى وجهه فقط، لكن يبقى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومن أعظمها الوجه الكريم. نعم.